برحب بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيها اهم النصائح والتحذيرات والتوقعات لمواليد برج الحوت لشهر، وهنركز اكتر على شهر اكتوبر من اول النهارده من يوم 9 اكتوبر لحد اخر الشهر، لحد نهايه الشهر. وهنتكلم عن برج الحوت بناء على طلبكم. ولو تحبوا نتكلم عن ابراج ايه هديك اوبشنز: برج السرطان، برج الحمل، برج العذراء، برج العقرب، برج الاسد. اختاروا برج تحبوا نتكلم عنه بالتفاصيل. بليز ما تنسوش تابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى اليوتيوب. اول مره تابعوني اشتركوا في القناه والحجز 1-1 سيشن معايا على الانستغرام. 1-1 سيشن او سيشن معايا، اي نوع من انواع السيشن، بليز تبعتوا على الايميل او على الانستغرام وان اوف ماي تيم هيرد عليكم. تيكن انتو كونسيدريشن يا جماعه ان احنا عاملين ديسكاونت او عاملين 20% خصم بمناسبه 6 اكتوبر لمده يومين. طيب مش عارفه بتاع السلسله دي بتضايقني يعني. برج الحوت طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا شهر اكتوبر لو احنا قارنا الطاقه بتاعته فهو افضل بكتير من شهر سبتمبر، وانت افضل وافضل بنص شهر الثاني من اول يوم او ثلث الشهر الاخير اللي هو من اول يوم من اول يوم 22 لما شمس اتنين لبرج العقرب، وانت كمان افضل عمليا من يوم 14 لما عطارد اتنين لبرج العقرب. شايفه ان المريخ مثلا اللي مضايق ناس كتيره قوي في برج السرطان طول الشهر، هو مش مضايق بس بيديلك طاقه زياده، عشان كده خلي بالك من الطاقه الزياده. هيديلك نشاط، هيديلك استقرار، هيديلك توازن، بس احذروا من اي خطوه مندفعه، اي خطوه مش مدروسه، اي خطوه عشوائيه كده، تسرع، تهور. خليك صبور، خليك هادي، بلاش اندفاع، بلاش تهور، بلاش تنط كده تقفز في الحيطه يا برج الحوت. يعني اي حاجه عايز تاخدها واي قرار فكر فيه كويس، لان المريخ بيديلك طاقه فممكن تكون الطاقه دي زياده. خليك بقى ايه، انا عايز اخلص ده، انا عايز اعمل ده، انا عايز عندي شغل كتير، فايه ممكن يخليك مندفع ومتهور. فبلاش اخذ اي قرارات عشوائيه او اي خطوات غير مدروسه، بلاش المجازفه، بلاش دخول، بلاش تقفز في الحيط. خلي بالك كويس جدا جدا من تاثير المريخ عليك، بس هو مش تاثير سلبي، بالعكس الطاقه دي يو كان يوتيلايز ات، يعني ممكن تستخدم الطاقه والنشاط ده في العمل، في الدراسه، في حياتك الشخصيه. والحاجه الثانيه ما تثقش في اي حد يا برج الحوت، انت طيب جدا، انا عارفه ان برج الحوت طيبين جدا وتلقائيين واللي في قلبهم على لسانهم، فممكن تثق في اشخاص كتيره جدا وتقعد تتكلم عن اسرارك، عن نقاط ضعفك، عن حاجات ممكن ناس بعد كده تستغلها ضدك. فبلاش حديث عن اسرارك، خليك كتوم، خليك ساكت، بلاش تتكلم عن يعني احذر من الكلام الكتير اللي ممكن يستخدم ضدك يا برج الحوت. خليك كتوم، داري على شمعتك تقيد، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان يا برج الحوت. اسرارك بتاعتك انت، ما تثقش في اي حد في حياتك من الناس اللي حواليك بمنتهى السهوله كده يعني. طيب قولوا لي يا جماعه بتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وعايزين نفعل طاقه الاستغفار. يلا كلنا نقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم واله، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله واصحابه سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ونقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو كل شيء، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات الصبح، 10 مرات بالليل. طيب يبقى اول حاجه، يبقى انت ابعد عن القيله والقال، لان في كلام كتير حواليك او في اشاعات سلبيه ممكن تطلع عنك او نميمه حواليك يا برج الحوت. ناس بتتكلم عنك، ناس بتتكلم عن حياتك، فما تدخلش في المهاترات وما تدخلش في المواجهات دي يا برج الحوت. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه تحت في الكومنت. برضو الحاجه الثانيه، بلاش اي انفصالات، ممنوع منعا باتا اخذ اي قرار مصيري بالانفصال. ممكن بلاش تسيب عمل، بلاش تسيب شخص، انفصال عن حتى اي حاجه في العمل او في الحياه او في الحياه العاطفيه، لا للانفصالات. يعني الا لو الشخص ده بعد عنك لوحده كده وسابك ومشي، اعرف ان ده الخير ليك، ان الشخص ده ما كانش خير ليك وربنا بعده عنك. اما انت ما تاخدش اي قرار بالانفصال او ان انت تبعد عن شخص او تقطع اي علاقه موجوده في حياتك يا برج الحوت. شايفه كمان ان انت في العمل ما شاء الله تطشود، وخاصه من يوم 14 عندكم نجاح، عندكم تقدم، عندكم انرجي حلوه، بتثبت نفسك، اسمك بيلمع، عندكم شهره ايجابيه يا برج الحوت، طاقتكم روعه 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 في العمل. كمان بتسيطر على اي مشاكل، عندك تطور، عندك بتعرف تتكلم عن نفسك، ناس كتير هتبقى ملتفه حواليك، ناس كتير عايزه تقرب منك، هتبقى ذكي جدا، ناس عايزه يعني هيبقى عندك طاقه حلوه، نشاط، نجاح،
بتثبت نفسك في العمل طاقتك ولا اجمل ولا اروع وبتسمع اخبار حلوه. اما بقى في المال هي طاقه المال اللي ممكن شويه ما تكونش احسن حاجه. يعني شايفه ان مصاريفك كتير يا برج الحوت او نفسك تشتري حاجات مش عارف تشتريها فشويه اهدى في طاقه المال. طاقه المال ليست بافضل حاجه لعندك. يعني عندك الامكانيات الماديه متارجحه شويه او حد بيتحكم فيك ماديا وانت متضايق وزعلان جدا من الموضوع ده. انا كمان شايفة ان في شخص قادم لحياتك او شخص جديد قادم لحياتك او ممكن يكون مصالحة مع شخص قديم. شخص ده هيكون توأم روحك. الشخص ده يعني مش الشكل اللي بتحبه مش الستايل بتحبه ممكن يكون مختلف عنك. الستايل بتاعه مختلف طريقته مختلفة. فيعني ما تقفلش الفرص مع اشخاص جديدة او اشخاص رجعلك من الماضي ما يكونوش your type. يعني exactly your type. يعني شخص مثلا انت بتحب شخص طويل ده قصير بتحب شخص المليان لا ده رفيع شوية. لان توأم روحك او الحبيب بتاعك او الشخص القادم في حياتك اللي هيدي لك حب وهيدي لك طاقة حلوة هيكون شخص مختلف عنك مختلف عن التايب بتاعك. فبلاش بقى very high expectations في الموضوع ده. يعني ايه ادي فرص للاشخاص القادمة في حياتك يا برج الحوت. يا جماعة عايزين نوصل الفيديو 50,000 لايك 50,000 كومنت عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من المتابعين. وبليز تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى يوتيوب. والحاج سيشن معايا بليز تبعتوا على الايميل. لو اول مرة تابعونا اشتركوا في القناة. طيب برضو احذر من ادمان معين. ادمان معين يعني حاجة انت بتدمنها بتتعود عليها في الاول بعد كده بتدمنها ومتعرفش تسيبها. فبلاش اي عادات ضارة تتحكم فيك او تاخد يعني وقت او تاخد مجهود منك يا برج الحوت. يعني خلي بالك من العادات الضارة اللي ممكن تكون بتسيء ليك او بتاخد من طاقتك. مش بلاش تدمن ابتعدوا عن اي ادمان اي حاجة. ممكن يكون ادمان سهر على فكرة مثلا سجاير تدخين واين اي حاجة فيها ادمان والادمان ده بيتعبك او بيضايقك ابعد عنه يا برج الحوت. طبعا عندكم في فول مون يوم 17 اكتوبر ده هيكون في بيت المال عندك في برج الحمل. فده بيدي لك فرص مادية وفرص مالية او فرصة شغل جديد او فرصة في فرص قوية جديدة عندك يا برج الحوت. يوم 16 و17 هيكون بداية اكتمال شيء ليه علاقة ممكن يكون مشروع جديد انت خايف منه حاجة جديدة. ففي شيء جديد او بداية جديدة ما تخافش على اي بدايات جديدة يا برج الحوت خصوصا تخص مشروع جديد او طاقة المال. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. هديك اوبشنز برج العقرب برج العذراء برج الاسد برج السرطان برج الحمل. اختار برج تحبوا نتكلم عنه بالتفاصيل. الحاجه الثانيه برضو انا شايفه ان انت بتتحسن بتطور من نفسك بتتعلم حاجات جديده بتتعلم مهارات جديده. عندك طاقه نجاح وطاقه سفر او تحضير لسفر او رجوع من سفر. ففي طاقه سفر ممكن تكون بتحضر لسفريه هتسافرها وتبسط فيها تبقى سفريه قويه جدا او عندك رجوع من سفر او هتسافر لمكان كويس جدا. طيب خلونا نقول الايام الاكثر حظا اللي عايزاكم تشتغلوا عليها الفتره الجايه يا برج الحوت. الايام دي عندكم طاقه عندكم انرجي مواقع القمر ومواقع الكواكب هتكون بتدعمك فيهم. ماشي النهارده وبكره على فكره انت من الايام يعني 9 و10 لا سوري بكره 9 9 و10 القمر في برج الجدي بيدعمك. 11 و14 و15 القمر عندك انت. اوف يا جماعه 11 و14 و15 و16 و17 عندك بدايه جديده وعندك اكتمال لامنيه او حاجه كان نفسك فيها بتتحقق. يعني خلي بالكم جدا جدا الفتره دي رائعه 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 يا برج الحوت. تاني 14 لا سوري 9 10 11 14 و15 و16 و17 اربع ايام من النار. كمان 18 و19 شايفه برضو يومين حلوين جدا. يعني انتم ما شاء الله تاتش رائعين من يوم 14 لحد يوم 19 22 و23 دي الايام الاكثر حظا بالنسبه لك يا برج الحوت. اما الايام التي يجب ان تحذر منها او الاقل حظا لازم تخلي بالك منها النهارده يوم 8 يوم صعب شويه. برضو شايفه يوم 13 و14 20 21 و27 و28 ايام اقل حظا لازم تحذر منها وتخلي بالك منها يا برج الحوت. ثانك يو يا جماعه لكل الكلام الحلو. زي ما بقول تفائلوا بالخير تجدوه. خليك متفائل يا برج الحوت. ابعد عن طاقه التشاؤم ابعد عن طاقه الافكار السلبيه حاول تحرر نفسك من اي افكار سلبيه. انا شايفه ان عندك هتتعلم حاجه هتبقى واضح كده هتبقى بارز هتبقى متشاف برده الفتره الجايه. يعني اضواء مسلطه عليك بشكل ان انت متشاف فيه وشكلك حلو.
عندك اخبار حلوه، شخصيتك هتبدا تتحسن، لان كان عندك ثقتك في نفسك مهزوزه، او كان عندك قله او ضعف شخصيه الفتره اللي فاتت، او ثقتك في نفسك مش احلى حاجه، ثقتك في نفسك هترجع، وهتبعد عن حاجه شر او حاجه كان حد بيكدها لك يا برج الحوت، ربنا سبحانه وتعالى يحميك. يعني دايما ادعوا ادعية التحصين، اقراوا المعوذتين 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل، سوره قل هو الله احد 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل. ابعدوا عن اي طاقه نيجاتيف يا برج الحوت. شايفه كمان هتبقى محبوب كده، في ناس عايزه تدعمك، ناس عايزه تساعدك، ناس عايزه تقف جنبك، عندك طاقه دعم ومساعدات من اشخاص بتحبك يا برج الحوت. وشايفه ان في اشخاص هتبعد عنك، انت يعني بعد كده هتكتشف ان ده كان حاجه لمصلحتك يا برج الحوت، في شخص او حاجه انت كنت عايز تعملها وبتبوظ، فممكن يحصل تاخيرات او تعطيلات في حياتك الفتره القادمه، بس تاكد ان ده الخير ليك. يعني التاجيل ده او التاخير ده او الحاجه اللي اتاخرت ده هي دي حاجه كويسه ليك او حاجه بتدعمك افضل يا برج الحوت. شايفه عندك عروض زواج بقى، عروض ارتباط، عروض خطوبه، جالك كذا عرض زواج او عرض خطوبه، ما تتسرعش يا برج الحوت، ادرس وتعرف على الشخص الجديد كويس قوي، لسبب ان انت ممكن ترفض شخص انت شايف ان هو مختلف عنك، ويكون هو ده الشخص اللي فيه خير كتير، ويكون هو ده توأم روحك يا برج الحوت. فبلاش اللي هو تبوش باك كده وانت مش فاهم، تبوش باك. كمان شايفه ان في حاجه زي ما قلت ادمان او حاجه كانت بتاذيك، هتقرر ان انت تبعد عنها، وتستفيد جدا وتبقى مبسوط جدا من هذا الشيء. بطلوا سهر يا برج الحوت. انا شايفه ان برج الحوت، انا عارفه ان مواليد برج الحوت الفتره دي تسهروا كتير، متنوموش كويس، ما عندكمش نوم كويس. يا جماعه عايزين نوصل الفيديو ل 50,000 لايك، 50,000 كومنت، واعملوا سبسكرايب لو مره تشتركوا في القناه او فولو. يبقى في بقى حاجه ليها علاقه بالسفر، اما بتخلص ورق سفر، اما بتجهز سفر، اما بتستقبل شخص انت بتحبه او بتعزه، او شخص من عيلتك جاي لك من سفر، في طاقه سفر، حاجه ليها علاقه، او ممكن سفره داخليه او سفره خارجيه. ان شاء الله هتستمتع بالسفريه دي، بس حضر نفسك كويس ونظم نفسك يا برج الحوت، بلاش تنسى الاشياء، يعني ممكن تضيع حاجه، فخلي بالك بقى ان انت ايه، نظم نفسك، نظم اولوياتك، بلاش تضيع حاجه في السفريه دي يا برج الحوت. يعني عندك انتقال من مكان لمكان، مدينه لمدينه، من بلد لبلد، في انتقالات او في حركه الشهر ده، حركه يعني. وكمان عندك خروجات حلوه، بتستمتع بوقتك، عندك لمه عيله، وخاصه بعد يوم 22 انت الاكثر حظا، الاكثر طاقه، الاكثر توازن، استقرار، سعاده، افراح، متشاف، شكلك حلو، عندك كاريزما، عندك تطور، تقدم، شكلك انرجي في العمل، في الحب، في 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 المال. فمن يوم 22 انت ملك من ملوك الحظ. اهم حاجه حافظ على هدوءك، حافظ على استقرارك، ابعد عن التهور والاندفاع وردود الافعال غير مدروسه او العشوائيه. وكمان خليك صبور، هو برج الحوت مش يعني احيانا لما بتعصب بتعصب، فخليك صبور يا برج الحوت، يعني عصبيه مش هتفيدك، اوكي. وخلي بالك برضو على صحتك، خاصه اول 3 اسابيع، خلي بالك على صحتك النفسيه وصحتك الجسديه، اي وعكه صحيه او مشكله صحيه بليز تروح تزور الطبيب، وخاصه امراض قد المناعه، يعني ممكن تتحسد، حد يحسدك بقى، يجيلك برد، يجيلك وجع كده في ظهرك، مشاكل في ليها علاقه بالمناعه، في الجهاز التنفسي، فخلي بالك على صحتك، واي وعكه صحيه بليز تستشير الطبيب وتاخد ادويه على طول يا برج الحوت. مطلوب منك ان انت تنظم اولوياتك، ترتب نفسك، ترتب افكارك، كل ما هتكون منظم ومرتب كل ما تقدر تعمل حاجات كتير جدا، بلاش تهور، بلاش اندفاع، بلاش عشوائيه. وعايزه اقول يا برج الحوت ان هيكون دعائك مستجاب، لان روحانيتك عاليه جدا جدا، وخاصه الفتره اللي قبل الفول مون، زي ما قلنا من 14 15 16 17 18 19، الفترة دي عندك دعوة مستجابة، اكثروا من الدعاء، اعملوا مديتيشن، اعملوا تصدقوا في الفترة دي، اعملوا خير، عندكم كارما حلوة او كارما خيرية كده، حاجة انت هتعملها خير لحد، الخير ده هيترد لك. شايف في شخص بيدعمك او بيساعدك من برج مائي او من برج ترابي، شخص برج مائي او ترابي هيقدم لك دعم، هيقدم لك يعني هيكون سبورت، هيكون داعم ليك جدا جدا. لو هقول نصيحة، ابعد عن النيجاتيفيتي، خليك ايجابي، ابعد عن لو في اشخاص جديده بتحاول تقرب منك، اشخاص جديده معجبه بيك، حاول تستقبل هؤلاء الاشخاص، حاول تقرب منهم، ابعد عن اي طاقه سلبيه، حب نفسك يا برج الحوت، اعرف قيمه نفسك، اعرف استحقاقك، ما تقبلش بحاجه مش بتاعتك او مش انت مش عايزها، اتعلم تقول لا، لان برج الحوت دايما برج طيب، يعني ما تخليش اي حاجه تيجي على سلامك الداخلي او سلامك النفسي، خليكوا ايجابيين، ابعد عن الطاقه السلبيه، خليكوا متفائلين، وبطل تتكلم عن الانجازات اللي عندك، لان عندكم طاقه حسد او شخص راشق عينه في حياتك يا برج الحوت، ولا تتكلم عن اولادك او تتكلم عن حاجه تخصك، الناس كتيرة بصلك في حياتك. فكر بعقلك، يعني وازن ما بين عقلك وقلبك، بلاش تاخد اي قرارات مندفعة او متهورة مبنية عن القلب يا برج الحوت، انك هتخسر كتير جدا جدا. انا شايفة انه يعني بس بلاش اوفر اكسبكتيشن،
هتتخلص من ديون على فكرة عندك يا برج الحوت، كأنك بتدفع فلوس عليك، ودي حاجة حلوة جدا جدا جدا. من يوم 17 من يوم 14 عطارد هيجيلك زي ما قلت، هيبقى يديلك فرص حلوة جدا في العمل، وفينوس كمان بيديلك طاقة عاطفية قوية جدا جدا لحد يوم 17. خدوا بالكم طبعا المشتري هيبدأ في التراجع من أول بكرة، من أول يوم 9 أكتوبر، فده بيشيل حظوظ بقى، فاسعى اعتمد على نفسك، ما تعتمدش على الحظ زي برج الحوت. وأصلا المشتري كان المشتري أو جوبيتر كان في برج الجوزاء، مش مؤثر عليك قوي بصراحة، يعني الأبراج الهوائية اللي هتتأثر أكتر. Thank you I love you، بحبكم جدا جدا. الحجز 1-to-1 session ابعته على الإيميل أو على الإنستجرام أو على الفيسبوك، وأنا في ميتين هيرد عليكم بكل التفاصيل. Thank you.